الله الرحمن الرحيم. أهالي قريتنا الكرام، أسعد الله مساءكم فردا فردا. أزف إليكم نبأ تعبيد شارع العين غدا بإذن الله تعالى صباحا، وسيكون الطريق مغلقا بالكامل من الساعة 7 الصبح لحتى انتهاء أعمال التعبيد في الشارع، ونرجو من السائقين تجنب السير في الشارع وسلك طريق بيتك وطرق البديلة حتى نتمكن من إتمام العمل على أكمل وجه إن شاء الله تعالى.